قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. بلغ الغضب ضد سياسة حكم الإخوان في مصر درجة الغليان، وخرجت الملايين إلى ساحات مصر وشوارعها لتعبر عن رفضها لهذا الحكم، مطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، فيما قدم أكثر من 10 وزراء استقالتهم، كما أعلن المعتصمون في ميادين مصر من شباب الثورة وحملة تمرد أن الوقت مضى على الحوار مع مرسي وجماعته. بعد عام من استحواذ الإخوان على أرض الكنانة، أثبتت الأوضاع على الأرض الفشل الذريع الذي مني به الإخوان في إدارة شؤون البلاد، وعدم تمكنهم من تحقيق أي تقدم يذكر إن كان سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً أو اجتماعياً. صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن الأوضاع تضطرب في مصر، بينما مرسي ما زال يحتفظ بالدعم الأمريكي، ولذلك يرفض مهلة اليومين التي أعطاها له الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. الجارديان أضافت إن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن مرسي لم يفقد التأييد الأمريكي، قائلاً: لا نتخذ مثل هذه القرارات وفقاً لعدد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية، بل وفق موقف الحكومة وهل تستمع إلى مطالب المعارضة. ومن شأن هذا التصريح أن يدفع مرسي لرفض مطالب الشعب فيما يراه ينطبق مع رؤية الولايات المتحدة. الاندبندنت كشفت أن مصر كانت الاختبار الحقيقي الأول لتجربة حكم الإسلاميين، والآن يطالبهم الجيش المصري بإثبات صحة مزاعمهم بأنهم أهل للحكم، مشيرة إلى أن إنذار رئيس منتخب ديمقراطياً، خاصة إذا كان تابعاً للإخوان المسلمين، أن أمامه ساعات لكي يسير على المسار الصحيح وأن يتفاوض مع معارضيه، يعني أن مرسي فقد الكثير. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأت أن بيان الجيش الذي ألقي عبر التلفزيون الرسمي بلهجة صارمة أعاد الجيش المصري إلى مركز الحياة السياسية في البلاد بعد عام من تسلم مرسي للسلطة. وقالت الصحيفة إن تدخل الجيش سوف يكون بمثابة هزيمة ملحمية للإخوان، إذ إنها ستحرمهم من الفرصة التي جاءتهم أخيراً لحكم مصر بعد محاولات دامت سنوات، وذلك بعد أقل من سنة واحدة من حصولهم على الرئاسة. وكشفت الصحيفة أن المهلة التي منحها الجيش لمرسي تضع أمامه خيارات محدودة، وهي الاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو أن يشرك قوى المعارضة في مراكز سلطة رئيسية كرئاسة الوزراء أو محاولة حشد أنصاره للصراع على السلطة في الشارع. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قالت إن تضخم المظاهرات في القرى والمدن المصرية على هذا النحو المهيب استنكاراً لحكم مرسي يثير المخاوف من اندلاع ثورة جديدة يمكن أن تقسم البلاد وينذر بإغراق الاقتصاد المصري المتهاوي ويجعل مستقبل مصر غامضاً. الصحيفة رأت أن حجم المتظاهرين الهائل يعد بمثابة رفض تام لحكم الإخوان المسلمين، ويثير الشكوك حول إمكانية بقاء مرسي في الحكم، مشيرة إلى أن معارضي مرسي ملأوا الشوارع والميادين بهتافات ارحل ارحل في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه رئيسا للجمهورية. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر